فيما يتعلق بأمر دخول العاصمة الخرطوم، العاصمة الخرطوم لا علاقة لها بالترتيبات الأمنية من أي في أي من مراحلها. وجود هذه الغوات الجادة داخل الخرطوم هي كانت بعبارة عن أذونات، إنه ناس طولوا من أهلهم لهم زمن طويل، جزء منهم متواجد في ليبيا وأخلاقه دارين يسجلوا الزيارات، الغالب بتاعهم كانوا يستأذنوا جهات أخرى في إنه هم الجليهم يجوا يزوروا الخرطوم في فترات وجيزة. لكن الاتفاقية اللي احنا وقعناها معهم، الخرطوم دي لا وجود لأي حركة مسلحة في الخرطوم ما عدا حراسة الشخصيات الهامة، ده الجزئية الوحيدة اللي هي متاح لها إنها تكون متواجدة في الخرطوم. وتدريبها بيتم على مرحلتين، مرحلة بتاع التدريب أساسي وده كان في معسكر شادول، وتدريب اختصاصي في معهد الاستخبارات. دي الغوة المنظمة إنها تكون في الخرطوم، ما عدا ذلك غير مسموح لأي فرد إنه يكون متواجد في الخرطوم.